مرحوم حمدي محمد فارح او كو يو طبان كسيتمبر كوف سيدي ليو دباقة توريد اسكو لماانان كولان ستاي ايان ويلي هلين واحد دالدا وحين اهلدا مرحوم دا هاتان الله كسوكو عدالد كسو غيان محكمة دا قعان تاكو هيسو كيسكن اهلدا مرحوم دا ايا شاقي اينا يكوول عسيهين سيدا اي محكمة دا او قاد ايسو كيسكا ديبانها ايقو شاقي اين لبدا جيسي اي محكمة دا هوري او سميسي او اي كغيب غلين اي او موقتو ان للدفاع ايو اي دي سنياشا ما دام اي شاقين ان لويدين اي سؤالو ان مناسب بهين لبي طبان اي دي سنة اي اللوحر اي كيسك حمدي انك السو مركي دنبال سيدا اي وحانا ها تنحرن صدح اي دي سنة او مركي صدحا دا اي محكمة دا بريء لغي سنة اي سو كيسكو دا ايه لذا مرحوم مد حمدي محمد فارح ايا عباشو ايوه باق ادري دولة فضرال كاهي صماليا ان مرحوم مد داس اي هشو عدالد سي اي قن يدغبو سدان كو هرتا عدالد الرو كسو بلاواتي سي اي دي دا كو حكتو محكمة ديه داد كلا سو قبتو اها سدح ايو طبان لبا ايو طبان قفوت لبا ايو طبان كاس قفوت لبا كمي دو حال سي دي جبرد ميت كير انتان العاسم با حال سي دي وحا كو حكتاي هادنا أفر كمدة أيوه حيران أو سي إي دي ذا كو حيران أو حيران مال مال ما كمدة وحاد عادة إن لمن أضيالة أو بيل شاقنا انتي مادان إي راهدان إي أنقو هير هبلة أو مقع عاسلان ربان لمن كاس انت ميون نغلسي روحالي لمن كاس هو وحالوها يسا اسبقتو لما سي دي كرو إلا محكمة برياشو لما دي كرو وحاكو حيكتاي لمن كي أيقاها أو مقع عاش شاقناي ايغو انتي كبدن كغرب بدن سراكيل حلبانله نوع والبله كنعستله اني سيديان ايغو شرعيغا مري نمنكاس ان لا سيديو شرعيغا بالمران سدا سادعد وها عندنا كو خيكتا سدح لغا سو ري بارست سدح سو صارت سدح اي سو صارت وها لي ردنا ايغينا عداله قانتده كوما جرتو قانتينه كوما جرتو عداله وها ليه نمن كان يا أركاي مركي دلائن يا أركاي يا أجيدي يا مغلاي تاسي الليين مركا سيو حان نغطي عدالة ماشي لغا الرأي إن عدالة الرأي وبدلنتو وحيد بات الانجيستور تا الدنيا مكون راحي صندونان هدي لقرية تا مكون راحي صندو إله صوبحنا لكو حان لي حقي حمدي هلا صوبحي حقي حمدي إلهي هسو افتيميو انتا سال رقي دبات الانجيستي حمدي انت سووداي هوتيل جي كوفسداي ديلي دبا خسي توري ان مانتا ان عداله درو ان مدا بلوين اي هيستو وانا سيب در ادي اد وين انكو هدي انا هاي دلنيرو ولي وحان احترامينا نبدوندينا يا دولتينا احترامينا وحان كو احترامينا وحا واي وحا ليري الما ابوت كوين وعل واي وحان اسلينا ابياشين iyo muxuu ahaa iyo dawladdiin ha ka weynaanina nasiib wanaag ma dhigi karnaa nasiib xumaan dhigi karnaa maanta hadda waxaa la sheegayaa in Britool maxkamad la soo saarayo raggii dhibaatooyinka geystay lana leeyahay yaa u jeedayo arkay doonayna in ay hesho xamdi cadaalad ay hesho haday heli weydo xamdi cadaalad ay heli weydo cawaaqib ka yimaado waxa qaadanaya dawladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo garsoorka ayaa qaadanaya taas ayaan anagu ma arkino aan aaminsanahay waana naqaanaa dadkii arintan ka dambeeyay waliba inta meesha ay jiraan iyo sida ay yihiin aan ognahay ala ay xaal hal ogaado arintaas anagu ma u dulqaado doono hadda iyo wixii ka dambeeyo maxamed faarax xaroon oo dhalay marxuumada ayaa sheegay inuu jiclaan lahaa in cadaaladda la horkeeno gacan ku dhiglayaashii ka dambeeyay dilka gabadhiisa si uu ugu niyad qabowsado أفر بلود بيت الله محكمة ده لما أرى قبر لكوف صدي إيه اللي دليل قرين الله صمينا إنك دليل كوف صد أو بوكا ده بسيت أو براشد إنه بيكوش الطر لما أرى تدك لهاي أو الأمر كهاي أو قبر ده ولا ده دي أبيه دي تدك دي أو دي بدل قوي شو إنك قرين محكمة جو قال لي اللي بيسوق لكرو سين إسلام عروس لحن يتضوض عن عيدا كقرطي سديت الإنسجال كان واقب هاي دعوة عيدا سو جرى أودت هدي أروح من تاسوحان كش غينا يا نبض صوماليات
نبضوني يا جوجا وديالك يا جوجا المودينك يا جوجا وان هرجل وين واحد سوى وين ورقادي سداد يشين ورقادي سداد يشين ترى تيبوا لحاولوا كفصلي نكي وطن وال توجش الكوك على سرط بالحكم ويس جيفان دتك دعوة نبضك جيفان أنا دارن ما يلاكين وانا قد صبر وحان عطسنا يا دولة دا مدحوين أسر رحيم هذا عبد الله فرماجو رسال وسار روبل إيه انت عدالة دا أسبوعان إن وحلق غبت حمد من هذا فارا إن وحلق غبت كلان كان عباشادا إهلا دا حمدي أي ما أنت كويشان مقالة دا مقدشو oo lagu raadinayo cadaalad ayaa lagu soo beegay dhageysiga saddexaad ee maxkamadda oo bari loo madlan yahay waxayna ehelada marxuumad Xamdi Faarax soo saareen warmurtiyeed waxaan cambaareynayna oo si kulul u cambaareynayna wadada loo maray galdacwadeedka Xamdi oo ka arkayno dhaliilo badan musumaasuq ah iyo waxyaabo kale aan halkan ku cadeyn karin waxaan shaki weyn ka qabnaa sida ay u socoto baarista kiiskan dilka iyo kufsiga loo geystay Xamdi Maxamed Faarax waxaan aad u cambaareynaynaa kana xunnahay in muddo 3 bilood aysan Xamdi helin wax cadaalada iyadoo loo ogyahay gabdh badan oo la dilay la dhibaatay in ay helin cadaalad sida ka dhacday magaalooyinka Balad Xaawo Boosaaso Burco iyo magaalooyin kale waxaan dhanbaal wargelin aan u direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir in ay soo farageliyaan kiiskan dilka loo geystay Xamdi waxa dhacday in la siiday kana warqabno la tuminayaal ku lug lahaa kiiskan iyadoo maxkamad la soo taagin waxaan haddana ka cabsineynaan ba ka digeynaa in ay socoto qorshayaal kale oo la doonayo in lagu siidaayo dad kale oo Xamdi kiiskeed u xiran dad badan waxay qabaan aragtida ah in dhibaatadu ay ugu wacan tahay hab dhaqanka wax lagu xaliyo bulshada oo aan daacad ka ahayn xal u helida arintan iyo odayaasha dhaqanka oo mar waliba gabaad u noqda dhalinyarada lagu eedeeyo falalka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah dumarka Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta Dalsan Muqdisho